خلينا بقى نروح للحالات اللي هي بقى اللي هي هنا كابتن، هنا الشحات معدي، واحنا قلنا حاله سهله جدا يا بلال والله. يعني اي حكم عندنا هنا في الدوري المصري حتى لو حكم درجه ثالثه، لما يكون اللاعب عنده هجوم واعد خلاص، وهنا العرقله او محاوله عرقله في القانون مخالفه، هو هنا حسب المخالفه وبرضك البطاقه المفروض كان بطاقه صفراء، لم تشهر بطاقه صفراء للاعب ميتياما، ده ثالث خطا ليه في المباراه. بعد كده نشوف الحاله اللي جايه، نشوف هنا كتف ده اللي طير الراجل هنا، احنا قلنا كتف كتف مفيش مشكله كده، مفيش كتف ده، ولكن لما الايد تخرج، الايد يا كابتن شريف تخرج من الجسم وتعمل سوسته، هنا في فاول للاسف، ولا المساعد حسب ولا الحكم حسب، ودي وده خطا طبعا، خطا موجود فنيا، تقديره هو ما قدرش يقدره بشكل صحيح. احنا بنتكلم شوف دي اخطاء كلها اخطاء تحكيميه من حكم المباراه، بقول نتيجه المباراه النهارده كانت اللي هي هنا حساب مخالفه، المخالفه مش موجوده، جت هنا اصلا بالظبط، كان خطر هنا المخالفه بجد، يعني اخطاء كتير جدا جدا عندنا، يمكن كان عندي 10 حالات انا نزلتهم شويه لسبع حالات، دي من ضمن الحالات. هنا الكره بتصطدم في الجسم لياسر، وحسب مخالفه على حدود منطقه الجزاء، خلي بالك كان ممكن يجي منها هدف، ده من ضمن المخالفات اللي هو العكسيه وتقديراته الفنيه الخاطئه. نشوف الحاله اللي جايه هنا، دي حاله مهمه جدا جدا طبعا كابتن اسامه، احنا قلنا الحكم دايما انت موجود رقم واحد سلامه اللاعبين. لما نشوف هنا في هذه اللقطه كان يجب على الحكم ايقاف المباراه، لان في لاعب سقط، واحنا قلنا دايما في هذه الحالات لابد الحكم يتدخل بانه بالصافره يوقف المباراه، ده ساب اللاعب يشتغل يا كابتن ومشي 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 وبعدين صفر في الاخر، دي من ضمن حتى ولا خبرتك نافعه ولا تقديراتك الفنيه نافعه في المباراه، ومباراة سهلة جدا جدا، الأهلي سهلها لك وخليها لك كويسة، ولكن أنت صعبت الأمور على نفسك كحكم. الحالة دي هنقول إن هنا مفيش تسلل، وهنا لحظة لعب الكرة، هنا كهربا متغطي، ده الهدف اللي جابه محمود كهربا، هدف صحيح لا توجد تسلل. الحالة بعد كده نشوفها، وهنا الشحات نفس الشيء، الهدف اللي جابه حسين الشحات، وهنا هدف سليم لا يوجد تسلل في الحالة، ولكن أنا في النهاية بقول عدم وجود الفار يا كابتن دي مشكلة كبيرة جدا. طبعا وهنتكلم فيها تاني، وهتحصل وهيعمل مشاكل كمان، خلي بالك قلنا النتيجه النهارده غطت على بره ملعبك بالاخص بالظبط، يعني نعم. في هناك في ملاعب افريقيا بالاخص هناك اللي انت بتقول عليه ده ممكن يبقى يعني حتى ما تحسبش فاولات اساسا بالظبط، الكره الحمراء دي اصلا يعني كان الكره جت في جنب الراجل حسبها هاند بول تمام، والباقي لو جوه 18 جت اي كره في دماغي بنقول يا كابتن مش كل مره تسلم الجره. النهارده النادي الاهلي في ماتشات كده بيعدي وبيكسب وبيغطي على اخطاء التحكيم، ولكن بنقول في اللي جاي لا الامور هتبقى صعبه، يا ريت الحكام وتعيينات الحكام في المباراه اللي جايه تبقى تعيينات كم من 10 الحكم ده كابتن ناصر يكون نعم كم من 10 ده عنده اخطاء يا كابتن، لا اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه، لولا ان نتيجه النادي الاهلي كسب، لما يكون عندي بطاقتين حمروان في المباراه لاعب 3 لاعب 14 وما تردش غير الاخطاء بقى، التمركز والتحرك والشخصيه التحكيميه ده كله مش موجود، فبلاش ندي درجة عشان هتبقى العميلة محرجة. خد كارت احسن. شكرا يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا يا كابتن نصر، شرفتنا. الله يخليك. شكرا. طبعا من ضمن الحاجات اللي